أهلا بكم أعزائي المشاهدين لحلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها تداعيات الوضع في الجنوب من خلال قراءة في المستجدات الأخيرة ومآلاتها المتوقعة. في واقع تشهد فيه البلد حربا واسعة منذ 3 أعوام مع سلطة الانقلاب في صنعاء، اختارت بعض القوى الجنوبية الذهاب في طريق آخر لاستغلال الوضع القائم لفرض أمر واقع مدفوعة بدور خارجي يزداد تغولا على معظم الساحة اليمنية. خلال الأشهر الأخيرة تحولت المسألة الجنوبية إلى طريق التفافية تاهت فيها الأزمة اليمنية برمتها وزادت الأمر تعقيدا، فيما لا يبدو أن هناك رابحا حقيقيا من هذه الالتفافة الخطيرة، وهذا ما يمكن فهمه من مقال رئيس الحكومة قبل أيام والذي يشير من خلاله إلى أن هذا الطريق الذي يمضي فيه المجلس الانتقالي والقوى الداعمة لن يقود إلا إلى مواجهة جديدة مع الطرف الانقلابي في صنعاء والذي لا يزال يتواجد على أطراف عدن ويحوز على قوة تمكنه من خوض جولة أخرى من هذه الحرب، وهو ما رد عليه المجلس الانتقالي بالتهديد بمواجهة الحكومة والسلطة الشرعية بما لا يحمد عقبه. ذات اللغة التهديدية برزت في خطاب رئيس المجلس الانتقالي في المهرجان المقام في عدن اليوم بمناسبة ذكرى انطلاق الحراك السلمي الجنوبي، حيث اتهم الحكومة بعدم القيام بواجباتها في المحافظات الجنوبية مهددا بالتدخل لتأمين الجنوب وإدارته، وهي إشارة أخرى لتصاعد الوضع جنوبا بما يوحي بانفجار الوضع جنوبا في أي لحظة. إلى أين تمضي الأحداث جنوبا وما تأثير ذلك على المشهد اليمني برمته، ومن المستفيد من هذه التطورات، وما السيناريوهات المتوقعة لهذا التصعيد؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيفينا من عدن، عضو الهيئة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي منصور صالح، ومن لندن سينضم إلينا الدبلوماسي السابق صالح الجبواني. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأبدأ معكما بسؤال مشترك، وربما هو السؤال الأكبر لدى الكثير من متابعينا للمشهد اليمني والجنوبي تحديدا. إلى أين تتجه الأحداث في الجنوب اليوم برأيك؟ والبداية معك أستاذ منصور من عدن. مساء الخير أختي أسوان، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين في كل مكان، وأستغلها مناسبة في هذه اللحظة وهذه الليلة المباركة لأن أهنئ شعبنا الجنوبي العظيم في الداخل والخارج بهذه النجاحات الكبيرة وهذه الانتصارات التي تتحقق تباعا، وهذه المقدرة العجيبة التي أثبتها شعبنا هذا اليوم، ومنذ 7 سنوات منذ أن تمكن من إحالة يوم 7 يوليو كيوم أسود ومشؤوم في تاريخ شعبنا إلى يوم انتصار عظيم انطلق فيه المارد الجنوبي الذي مرق انفصاله وأعوانه في التراب، ثم في يوليو من العام 2015 مرغ معه أنف الحوثي أيضا، واليوم أصبحنا نحتفل بـ7 يوليو كيوم انتصار عظيم. أهنئ شعبنا بهذه المناسبة وأقول أننا انطلقنا من هذا اليوم نحو إشراقة يوم جديد، نحو مجد جنوبي آخر يصنع في هذه المرحلة، مجد وانتصارات أخرى تضاف إلى الانتصارات التي تحققت لشعبنا منذ 17 يوليو، وهو أيضا كان يوم أسود في تاريخنا، ذكرى تولي علي عبد الله صالح للحكم. إذا أنت تعتقد بأن الجنوب يتجه نحو مستقبل أفضل من خلال هذه التطورات الأخيرة، يعني هذا ما أفهمه من كلامك. والسؤال بالتأكيد نفسه بالتأكيد. نعم، إلى سأعود إليك إلى الأستاذ صالح الجبواني الدبلوماسي السابق وهو متواجد الآن معنا من لندن. السؤال نفسه سيد صالح، كيف تنظر الأوضاع في الجنوب؟ إلى أين تمضي الجنوب اليوم؟ الأوضاع في الجنوب أوضاع صعبة جدا نتيجة للتصعيد الذي يقوم به ما يسمى بالمجلس الانتقالي. عادوا من أبو ظبي وهم جاهزين ليصعدوا الموقف في الميدان باستدعاء الناس بخطاب إقصائي، بخطاب شمولي، بخطاب تكفيري، لكن الناس طبعا في عدن وفي مختلف المحافظات الجنوبية لديهم من الوعي ما يكفي لإفشال هذا النهج التصعيدي، هذا النهج الذي يدمر كل شيء، يدمر النسيج الاجتماعي في الجنوب، يضع العراقيل إمام عاصفة الحزم، بل يضع خناجر في ظهر التحالف العربي، في ظهر المملكة العربية السعودية.
طبعا فعالية اليوم هي أحد فعاليات التصعيد نحو الصدام المسلح الذي يستعد له هؤلاء بميليشياتهم المناطقية التي أتوا بها من مناطقهم، لكن في المقابل هناك وعي وهناك إدراك من جماهير شعبنا أنه هذا النهج الشمولي الإقصائي لابد من التصدي له، لابد من وضع حد له. وكانت فعالية الحراك السلمي الجنوبي الحقيقي الأصلي في مدينة غور مكسر في ساحة العروض الرئيسية، وهي ساحة العروض الرئيسية التي تقام عليها فعاليات الحراك الجنوبي منذ 2007. نعم، كانت أكبر دليل، كانت أكبر دليل على وعي الناس وتصديهم لهذه المحاولات من قبل ما يسمى بالمجلس الانتقالي، حتى أجبروهم على نقل الفعالية من ساحة العروض في خور مكسر إلى شارع مدرم، الذي حضر حوالي فيه ما يزيد عن 5000، لا يزيدون على هذا العدد. اليوم أثبتت فعاليتهم في شارع مدرم بالمعلة أنه حكاية الشعب الجنوبي الذي يدعمنا والذي معنا طلعت وهم كبير. نعم، إذا قد يعني أتيت على ذكر يعني فصيل أو فصائل الحراك الجنوبي اللي تواجدت اليوم في ساحة العروض سيد يعني منصور، ألا تعتقد بأن هذه أو تعتقد كمجلس انتقالي بأن هذه الخطوات التصعيدية وظهور بعض القوى المعارضة لهذه التوجهات حتى من فصائل داخل هذا الحراك يمكن أن يؤدي إلى صراعات ومواجهة، وهذا ربما المخاوف التي تحدث عنها السيد صالح؟ لا ادري ايش هي المخاوف التي تحدث عنها الاخ صالح، ارجو ان يخلع النظاره السوداء التي يرتديها كعادته. لا ادري عن اي فعاليه تحدث في خور مكسر، اتمنى عليكم بالله واسالكم بالله ان تعرضوا لنا فعاليه خور مكسر وتعرضوا علينا ايضا فعاليه المعلى. هذا ليس تصعيدا، الحراك او المجلس الانتقالي الجنوبي هو الوريث الاساسي للمقاومه الجنوبيه، والمقاومه الجنوبيه هي الجناح العسكري والوريث للحراك الجنوبي. نحن منذ العام 2000 ونقاوم منذ العام من عام 94، ثم من عام 2006 و2007 حتى وصلنا إلى هذا اليوم الذي وصلنا فيه إلى مرحلة عالية من النضج. ليس هذا تصعيدا، هذا تطور في نشاطنا، تطور في إطار ما تحقق للجنوب من انتصارات. نحن اليوم أصبحنا أصحاب الأرض. هذا ما يتحدث عنه الجبواني، أنا أذكره فقط أنه التصعيد وأن الخلل هو ذلك الذي كان هو يقوله في العام 2007 و2008 و2009 حينما كان الحراك الجنوبي يرفع شعار السلمية ويواجه دبابات ومدافع وعسكر صالح بصدور عارية. كان الجبواني عندما عزل من عمله كدبلوماسي في جيبوتي وعلم انضمامه للحراك كنكاية أو لا أدري ما. نعم، الموضوع ليس سيد صالح كان ينادي ويرسل خطابات يومية. نعم، لو سمحتي اسمحي لي أكمل الفكرة فقط. كان الجبواني يومها ينادي بالكفاح المسلح لطرد قوات صالح، وما كان يسميها هو بنفسه بالاحتلال الجنوبي، الاحتلال الشمالي للجنوب. وما زالت الصفحات ما زالت المحركات البحث حافلة بما كان يقول الجنوبي. على أي حال المعطيات تغيرت تماما على الأرض سيد منصور، تغيرت المعطيات ولم يعد هناك ساحة يعني شماليين موجودين في الجنوب، ويعني ولا لم يعد مجالا هناك الحديث عن احتلال شمالي للجنوب. أتحول إليك سيد صالح القبواني، يعني بالنظر لما طرحه السيد منصور بأنه ألا تعتقد فعلا بأن هناك قاعدة شعبية كبيرة فعلا تلتف حول المجلس الانتقالي، وبأنهم فعلا يمكن أن يكونوا الممثل الأكبر للشعب الجنوبي أو أبناء الجنوب؟ يا سيدتي، كان الحراك سلميا، وفي فترة من الفترات حينما قام علي عبد الله صالح بتشديد قبضته على الجنوب ذهبوا إلى القرى والجبال يتظاهروا هناك. لم ينتصروا إلا بعاصفة الحزم وقوات التحالف بالشرعية اليمنية بعبد ربه منصور هادي. اليوم تنكروا لهذا كله كعادتهم. هؤلاء يتنكرون لكل شيء منذ 67، هم لا يروا إلا أنفسهم. الشرعية اليمنية، التحالف العربي أعطاهم السلاح، أعطاهم الأموال، أعطاهم الإمكانيات، وقال لهم تفضلوا لدينا عدو مشترك نقاتله، قوات الإنقلابيين الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح. بعد أن تم طرد
هذه القوات من عدن ومن المحافظات الجنوبية بجهود أبناء شعب الجنوب، هؤلاء أعضاء المجلس الانتقالي كانوا في قراهم يقاتلوا، كل واحد في الجنوب كل واحد قاتل إمام باب بيته، حتى عيدروس الزبيدي لم ولا على شلال علي شايع لم يدخلوا عدن ولم يقاتلوا فيها ولم يقدموا حتى شهيد واحد، قاتلوا إمام بيوتهم في الضالع وفي هذه المناطق. طبيعي كل جنوبي قاتل إمام بيته، وهذا واجب يعني، ما فيش فيها مزية ولا فيها شيء غالون، نحن قاتلنا ونحن دافعنا ونحن عدن دافع على أبنائها وحررها أبنائها. الذين اتهموهم بالإرهاب اتهموا المقاومين في عدن بالإرهاب، واليوم سجون عدن السرية التي تزيد عن 20 سجن تعجب هؤلاء. أذكر الأخ منصور أنه صالح الجبواني أول من خرج في 94 عندما قامت قوات علي عبد الله صالح باحتلال الجنوب أقصى أبنائه وشعبه. لحظة خلني، وصالح الجبواني استمر يدافع عن الجنوب ولا زال مستمر يدافع عن الجنوب الذي نعرفه نحن، الجنوب الذي نريده نحن لكل أبنائه، وليس الجنوب المناطقي، الجنوب الذي اختزلتوه في مجموعة كأنهم عصابة معينة وتريدون تفرضوهم على الشعب الجنوب كما فرضت من 67 على الناس نظاما أدى إلى ترحيل الجنوبيين وإلى قتلهم وإلى تشريدهم، ثم سلمتوه لعلي عبد الله صالح بارد مبرد. هذا الأسلوب نحن نعرفه، أنتم تزايدوا والشعب الجنوبي وتلعبوا على عواطف الناس. نعم، إذن هذه التصنيفات نعم سيد صالح الفكرة واضحة، هذه التصنيفات وهذه الإقصاءات التي يمارسها فصائل يعني لحظة خليني ذكر الأخ منصور أنه خلال 10 سنوات حاولنا بكل ما نستطيع من جهد أن نوجد حامل سياسي للقضية الجنوبية يمثل أبناء الجنوب كلها، شكلوا لجنة تحضيرية للمؤتمر الجنوبي الجامع فشل، نحن شكلنا مجموعة اتصال للحوار الجنوبي في القاهرة وفشل، فشلوها وكانوا معهم مكتب في بيروت ولديهم خط ساخن مع الظهران، لا يوجد في الساحة إلا هم، لا يرون إلا أنفسهم، واليوم يريدون من الناس أن تضع لهم شيك على بياض. هذا لن يصبح، ولا الدولة التي يتخيلوها لن تكون ولن تصبح يوما ما في الجنوب. نحن راجعنا دعنا على هذا الأساس، دعنا نسأل السيد يعني منصور عن شرعية هذا المجلس وعن شرعية هذا الحراك السياسي. سيد منصور، ما هي الشرعية التي تستندون إليها؟ الشرعية الشعبية الطاغية هي هذا الحضور الضخم، هذا الحضور الذي لم نكن نتوقعه نحن اليوم في قونا. يعني أنا كنت أمام المنصة في تلك اللحظات، شعرت أننا في لحظة أرغب أن أكشف البكاء لذلك الحضور الضخم، لم نكن نتصور أن يأتي الناس. أنا شاهدت عجائز، شاهدت رجال يعني في 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 في, في في آخر أعمارهم، جاءوا من شبوة، من أرض الجبواني، جاءوا من حضرموت، جاءوا من المهرة، جاءوا من سقطرة، جاءوا من أبيان، ناس لم من سنوات من أشهر طويلة لم تسلم معاشاتها، ومع هذا وصلوا وقدموا صورة. أتمنى أن الجبواني نعم يحترمها قليلا. نعم سيد منصور، هل تعتقد بأن من يستطيع الحشد في الشارع يحق له؟ نعم، هل كل من يستطيع أن يحشد في الشارع يحق له بأن يمثل السلطة؟ نعم ونحن نقول للجبواني تعال. نعم من حق، نحن خدم لهذا الشعب وخدم لهذا الشارع، هذا الشارع حمل المجلس الانتقالي الجنوبي مسؤولية. نعم، وبالتالي ما الفرق إذن بين ما يحدث الآن في الجنوب وما فعله الحوثي في صنعاء؟ وما الشبه في هذا؟ الحوثي يعني شرعية الشارع ونفس المنطقة سيد منصور ورسالة طائفية. نحن نتكلم عن مجلس انتقالي جنوبي يمثل ومفوض من قبل الشعب في 4 مايو في تفويض واسع وصريح بإدارة وتمثيل الجنوب، والجنوب ليس صعدة، والجنوب ليس صنعاء، والجنوب ليس المحويد ولا حجة ولا الحديدة، الجنوب هو دولة معترف بها، الجنوب 335,000 كيلو، ما يزيد ضعفي الشمال، الجنوب كان دولة في الأمم المتحدة، دولة معترف فيها، دولة عضو في الجامعة العربية، كان الجنوب ممثل في كل المنظمات الدولية التي ورثها الشمال أو ورثتها الجمهورية العربية اليمنية، الجنوب 80% من ثروة اليمن، نحن نتحدث عن دولة ولا نتحدث عن قرية ولا نتحدث عن سلطة، يعني نحن مشروعنا أكبر مما يتحدث عنه الجبواني، المنطق السطحي. أنا أقول للجبواني هناك نعم مثل سيد
القبوان، يعني كيف تنظر لشرعية هذا التواجد؟ نعم، هذا الحراك المتواجد الآن في الجنوب، كيف تنظر إلى شرعيته؟ يعني حراك يعني يتخلى عن الشرعية المتمثلة بالدولة، لم يتم الاعتراف به من أي طرف لا محلي ولا إقليمي، كيف يمكن أن يكتسب شرعيته؟ هذا المجلس نص أعضائه عفاشيين جاءوا من حضن علي عبد الله صالح. أولا المناضلين الحقيقيين الذين خاضوا غمار النضال في الساحات من الضالع نفسها، فليسأل الأخ منصور صلاح الشنفرة عن موقفه، فليسأل الأخ خالد مسعد عن موقفه، فليسأل الأخ المناضل الكبير علي هيثم الغريب عن موقفه، فليسأل حتى مجلس الحراك الثوري حق البيض، يعني دعوا إلى لجنة تحضيرية مختلفة عن ما يفعل هذا المجلس. هذا المجلس تم تأسيسه في أحد الغرف السرية في أبو ظبي. هذا مجلس ذو توجهات مشبوهة وليس له قاعدة كما يتوهمون، يعني قاعدة بسيطة في بعض المناطق، لكن الشعب الجنوبي والمساحة الجنوبية هذا اللي يتحدث عليها هذه حقها لا يا منصور، مش حقكم، انتبه. يعني كل واحد يحسب يا قبواني. أتمنى اسمعني الجنوب لا. الجنوب بنحسبه بالمتر، شوف، وكل واحد بيأخذ حقه وكل واحد بيتحدث عن نصيبه في هذا الجنوب، أوكي؟ يعني هذا الخطاب الإقصائي الشمولي حتى فصائل الحراك التي تؤمن بعلي السالم البيض، الذي تعتبر علي السالم البيض أنه زعيمها، أقصيتموهم ولم تدعوا لهم أي فرصة. جاء أيدروس الزبيدي مع قائمة نصها من زبانية عفاش الذي يعني كانوا للأمس هم معه، يعني تحولوا إلى الشرعية وقفزتهم إلى المجلس الخارجي كما تسمونه، وتريدون أن تأخذوا الشرعية. والتكفير اليوم يقول خطيبهم أنه من ليس مع هذا المجلس فدمه حلال، دم الجنوبي على الجنوبي حرام، إلا من كان لا يؤمن بهذا المجلس فإن دمه حلال. نعم، فتوى تكفيرية. هذه اللغة التخوينية يعني فتوى تكفيرية جديدة. عيدروس الزبويدي اليوم قدوا يحضر الأحزاب، هذا الحزب ما نريده وهذا ما يعني أوامر لغة التخوين. نعم، لغة التخوين سيد منصور صالح، في أي سياق يمكن أن نفهمها؟ يعني تخوين كل من لا يدين بالولاء للمجلس الانتقالي، لماذا يمكن أن يؤدي بالمنطقة يعني وبالفصائل الأخرى؟ نعم، تذكرت في هذه اللحظة وأنا أتحدث مع الأخ صالح القبواني أننا في يوم أمس فجعنا بوفاة أو استشهاد الأخ فهد النسي من أبناء شبوة، الذي كان في طريقه من شبوة للاحتفال مع آلاف من أبناء شبوة الشرفاء الذين قدموا إلى عدن وقضى في حادث السيارة، نسأل الله له الجنة والمغفرة. ما حدث المجلس الانتقالي الجنوبي كان بيانه اليوم واضحاً أنه سيسعى للتواصل مع كل الكيانات والمكونات والقوى والأحزاب أو القوى الموجودة على الساحة الجنوبية في سبيل التواصل والوصول معها إلى قواسم ونقاط مشتركة. الكيان المجلس الانتقالي الجنوبي هو كيان جامع، والقيادة المعلنة حتى الآن هي قيادة هي نسبة بسيطة من قوام هذا المجلس، وهناك عمل جار على قدم وساق لتشكيل كامل قوى وهيئات المجلس. نعم، ورود يعني اليوم في ملاحظ سيد منصور، يعني ما ورد في بيانكم اليوم في بيان المجلس الانتقالي الحديث عن حظر جماعة الإخوان المسلمين. أولا، من هم جماعة الإخوان المسلمين الذي تقصدونهم بهذا البيان؟ إذا كان حزب الإصلاح، نعم، إذا كنتم تقصدون حزب الإصلاح على تناقض، نعم، هذا مع وجود أعضاء، نعم، لحزب الإصلاح ضمن، نعم، هذا المجلس، وألا ترون بأن هذه الخطوة يمكن أن تجر الجنوب والمحافظات الجنوبية برمتها إلى صراعات ربما لا تنتهي؟ لن تجرنا، بالعكس سيحل علينا السلام إن نحن فعلنا هذا. وحضر جماعة الأخوان المسلمين، من هم جماعة الأخوان المسلمين تقصدونهم؟ الإصلاح
طبعا يمثلهم التجمع اليمني للإصلاح، وهذا يأتي بالاتساقا وانسجاما مع ما اتخذته عدد من الدول العربية ودول التحالف، وفي مقدمتها الأشقاء أو قائد دول التحالف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا جمهورية مصر العربية والبحرين وكل دول التحالف، وحتى الرئيس عبد ربه منصور هادي أعلن مقاطعة قطر باعتبارها تدعم جماعة الأخوان وتدعم الجماعات الإرهابية. يعني تعرف، يعني اولا كنت سالتك عن وجود اعضاء من هذا الحزب داخل هذا المجلس، وايضا وجود قاعده شعبيه كبيره يتبعون حزب الاصلاح، كيف الم تفكروا في مآلات هذا القرار؟ لا يوجد تمثيل حزبي في اطار التجمع في اطار المجلس الانتقالي الجنوبي، هو التمثيل هو كان تمثيل بحسب الكفاءات والمقدرة، ومنحت نسب متساوية ومتعادلة ومعادلة متساوية لكل المحافظات الجنوبية، عدن ولحج وأبيان والضالع وشبوة وحضرموت والمهرة وسقطرة، لا يوجد تمثيل حزبي. التجمع اليمني للإصلاح هناك مطالبات ومناشدات ليست من اليوم، مبكرة نتيجة الدور السلبي الذي يلعبه للأسف أخواننا في التجمع اليمني للإصلاح، أعطيت لهم الفرصة تلو الأخرى لأن يكونوا جزء من النسيج الجنوبي، وألا يكونوا ضدا على مصلحة الجنوب وعلى قضيته، وألا يكونوا عونا للعدو علينا. اليوم التجمع اليمني للإصلاح بات يطعن المقاومة الجنوبية ويطعن الجنوب من ما هي مؤشرات هذا الطعن اليوم؟ نعم، ما هي مؤشرات هذا الطعن وهذا الخذلان التجمع؟ مؤشرات هذا الطعن هو هذه المعلومات المغلوطة التي يتحدث عنها السيد صالح القبواني عندما يتحدث عن سجون سرية، عندما يتحدث عن فشل، عندما يعمل على إفشال السلطات المحلية في المحافظة الجنوبية. هناك العديد أيضا من الجماعات وأعمال الاغتيالات التي ثبت تورط عناصر تابعة للإصلاح أو تخرجت من المدارس والجمعيات التابعة له. التجمع اليمني للإصلاح لعب دورا سلبيا خلال الفترة الماضية. طيب، على أي حال الجميع كان بانتظار إعلان التحقيقات فيما يتعلق بعملية الاغتيال التي تعرض لها عدد من القيادات في الجنوب. سيد صالح القبواني، هذا التغير في أولويات الحراك الجنوبي، يعني أو دعنا نقول في المجلس الانتقالي، كيف تقرأه يعني؟ نعم قول ما يسمى بالمجلس الانتقالي، لا تقولين الحراك، لأنه هذا لا يمثلون إلا أنفسهم. طبعا الحراك تظاهر في خور مكسر وموجود في كل مكان، ونحن جزء من الحراك الجنوبي. اليوم خطيبهم كما ذكرت سابقا أصدر فتوى بالقتل للمختلفين مع المجلس الانتقالي. رئيسهم يقول أنه حضر جماعة الأخوان المسلمين، طبعا ما فيش حزب في اليمن اسمه الأخوان المسلمين، في التجمع اليمني للإصلاح. التجمع اليمني للإصلاح لديه آلاف الأعضاء في الجنوب جنوبيين، إذن في فتوى للقتل وفي أمر باستهداف الحزب، معنات أنه سنشهد في الفترة القادمة تصفيات على غرار التصفيات القديمة التي كان يفعلها هؤلاء في الجنوب. هذا مؤشر خطير جدا بأن الجنوب سيدخل في احتراب داخلي. هذا بشارة كبيرة من هذا المجلس، أول بشارة يزفها لنا. طبعا أوامر جاءت من الخارج، هؤلاء مجرد عملاء وأذناب لأبو ظبي بكل وضوح نقولها. إذن السجون السرية والآن الفتاوي والأوامر بالحظر، إلى أين يجرونا؟ هذا معروف، مفروض الشعب الجنوبي أن يفكر جيدا وبوعي وبمسؤولية، هل هذا الجنوب الجديد الذي خرجنا من أجله، هل هذا الجنوب الذي ناضلنا من أجله؟ بالتأكيد لا. أثبتوا هؤلاء خلال 10 سنوات من مسيرة الحراك، وأيضا أثبتوا من خلال هذه الأسابيع أو الشهرين الذي أعلنوا في هذا المجلس، أنهم لا يريدون إلا أنفسهم. نحن في اليمن إمام مشروعين، مشروع طائفي سلالي في صنعاء ومشروع مناطقي عنصري في الجنوب، لا يريدوا إلا أنفسهم. لكن هذا أمر لن يتحقق على الساحة الجنوبية إذا هم يقاتلوا الآخرين، بالتأكيد لن ينتظر لهم الآخرين حتى يأتوا يذبحوهم. نعم سيد منصور،
سيد منصور، هذا الطرح الذي تسمعه الآن وربما نسمعه من أكثر من متابع ومحلل سياسي في هذا الشأن، بأن ما يصدر الآن عن مجلس الانتقالي وما يسمى بالمجلس الانتقالي ما هي إلا مطالب لا علاقة لها بأبناء الجنوب، وهي جديدة أيضا على الحراك الجنوبي السلمي الذي نعرفها منذ 2007. ويرى المتابعون بأن هذا الخطاب هو خطابا خارجي، وأن هذا العمل الذي يقوم به المجلس الانتقالي هو يتبنى دورا أو أجندات خارجية تحديدا إماراتية. كيف يمكن أن ترد وكيف يمكن أن تقنع الجنوبيين بأن هذا الخطاب هو ما يحقق مطالب وتطلعات الجنوبيين؟ الجنوبيون ليسوا بحاجة لمن يقنعهم في قضية زي هذه، هذه أمور محسومة سلفا. لولا هذا القناعة وهذا الاقتناع وهذا الحماس الجنوبي وهذا الإيمان بعدالة قضيتهم وهذا الالتفاف الواسع حول المجلس الانتقالي الجنوبي لما أتوا من كل محافظة ومن كل حدب وصوب وملأوا الشارع الرئيسي في أو مدرا في المعلى بطوله وعرضه، ورأينا تلك اللوحة الفسيفة العظيمة في تلك الساحة التي أذهلتنا جميعا، وكنا نتمنى أن يراها الأخ صالح الجبواني لكنه لم يراها، ورأى أخوتنا الأربعون الذين كانوا في ساحة العروض بخور مكسر التي نظن أن الفعالية كانت ربما ألغيت في تلك الساحة ولذلك لم نشاهد فيها أحد. عموما هم أخواننا الذين كانوا في الساحة ولم يكن سوى نوع من الخلاف على قضايا خلافية عادية لكنها لا تختلف بالمطلق حول الهدف الأساسي المتمثل في الجنوب. أقول أنه الجنوبيون لماذا لم يتواجدوا معكم في نفس الساحة؟ إذا كانت الخلافات بسيطة لماذا لم يتواجد معكم في ساحة المعلة؟ ربما نعم 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 في نعم نعم هو ربما كانت لدى أخوتنا رؤية معينة حول قضايا معينة تتعلق أن نرفع صورة من ولا نرفع صورة من وقضايا خلافية بسيطة ورؤيات وملاحظات هي بعضها أكثر تشددا في النظرة للوحدة اليمنية، خاصة وأن بعض الأخوة يحتاج أنه لماذا جاء هذا ما تقوله أنت سيد صالح، لكنهم أتحدثوا نعم كان طرحهم بشكل مختلف. أنا ما أتحدث عنه، ارتميتم في حضن الإمارات وأنكم تتبنون أجندة خارجية لا علاقة لها بالحركة الجنوبية. أعلق أيضا على هذه المسألة. إن كنا ننتمي للإمارات وهذا شرف لا 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 ندعيه، إن كانت الإمارات تدعمنا في قضية كهذه فهذا شرف، شرف لنا. الإمارات قدمت مريم المنصوري قدمت أضعاف ما قدموه الأخ صالح الجبواني في حرب مواجهة الحوثيين وصالح. مريم المنصوري قدمت أضعاف ما قدمه علي محسن الأحمر. هذه امرأة من الإمارات. هل هذا يبرر ارتمائكم الى حضن الامارات وتنفيذكم لاجندات تخصها؟ أعطيك لحظه انا اعطيك مثل بسيط. سيد جبواني لحظه خلني اتكلم. انا قدمت نعم شبوه رجال لحظه جبواني مش شبوه رجال ومن انكر دور شبوه. نحن نتحدث اسمعني عما قدموا اسمعني نعتز لحظة اترك المزايدة. مريم المنصوري بما قدمته كل محافظة جنوبية أبيان قدمت اسمعني بطل الاستهزاء والاستهتار أستاذ صالح سأعطيك المجال للرد فقط يكمل فكرته اسمعني خليني أتكلم أكمل وراء سأطر أنسحب أكمل وأنت تكمل بعدي اسمعني باختصار أستاذ منصور تحول أجندة ومطالب الجنوبيون إلى أجندة الإمارات كيف تبررها باختصار؟ لا هذا كلام غير صحيح. مطالب الجنوبيين هي ما زالت ذاتها مطالب تتحدث في استعادة الدولة الجنوبية المنهوبة، استعادة الجنوبيين لثرواتهم، استعادة الجنوبيين لقرارهم، استعادة الجنوبيين لكرامتهم، استعادة الجنوبيين لحقهم في إدارة بلادهم وإقامة دولتهم المدنية المنشودة. نعم إذن استعادة الجنوبيون الوحدة التي استعادة الجنوبيين لدولتهم وإرادتهم. سيد صالح الجبواني كيف يمكن أن يفسر أو يفهم قبل أن يكون اليمنيون قد استعادوا دولتهم بشكل عام والمخاطر على بعد مخاطر الانقلاب الحوثي صالح على بعد كيلومترات من الجنوب؟
امامهم هدف، وهذا هدف التحالف العربي ايضا، اسقاط الانقلاب واستعاده الدوله اليمنيه. حتى هذا المدعو عيدروس الزبيدي اليوم اكد على هذا في خطابه، قال نحن مع التحالف حتى اسقاط الانقلابيين واستعاده الدوله. طيب نستعيد الدوله، نسقط الحوثي صالح، ثم نشرع في بناء الدولة الاتحادية اليمنية من 6 أقاليم. الحوثي عاوز يسيطر على اليمن كلها، والأخ منصور هو أصحابه عاوزين يسيطروا على الجنوب، قال الجنوب الكبير الطويل العريض وثرواتنا وحقنا. هذا منطق ما يستقيم مع الأمور. 10 سنين ندور لكم، تعالوا بنجلس بنعمل قيادة بنعمل، لا وأنتم رافضين. مهمتنا إسقاط الانقلاب في صنعاء واستعادة الدولة اليمنية، هذه المهمة الأولى. المهمة الثانية الشروع في بناء الدولة الاتحادية اليمنية المكونة من 6 أقاليم. لن تجدوا غير هذا الخيار أبدا. دولة جنوبية التي تحلموا بها دويلة 86 لن تعود، وهناك جنوبيون بمئات الآلاف بل بالملايين يرفضوا هذا. مؤتمر حضرموت الجامع أكبر دليل، قالوا احنا نرفض هذا. ولا وأحمد سعيد بن بريك اللي وقع لكم، أحمد سعيد بن بريك الخلاقي اللي وقع لكم على المجلس، الآن طلع الآن في إجراءات في حضرموت، ستكون إجراءات في شبوه، ستكون إجراءات في المهرة ضد هذا النهج. هذا النهج نعم سيد صالح، هم تحدثوا أيضا في بيانهم اليوم عن أن المجلس سيتدخل لتثبيت الأمن وفرض إرادة الجنوبيين، يعني كيف يمكن أن نعرف بين هذا الطرف وبين مخاوف صراع حقيقي في الجنوب؟ هذا هو يعني يفتون ويأمرون ثم يقولون بنتدخل بنقتل. هذا أمر واضح. هذا المجلس بدل ما يبشر الناس بالأمن والسلام أنه نحن سنقاتل الانقلاب في صنعاء حتى نعيد الأمن والسلام ونثبته في ربوع اليمن، نحن بندور كهرباء لعدن، نحن بندور ماء لعدن، نحن بندور صحة لعدن، بنروح بنطلب أبو ظبي، يا أبو ظبي أعطونا مساعدات، أعطونا صحة، أعطونا كهرباء، أعطونا ماء. لا، يشتوا دبابات يشتوا جنزرات يشتوا رصاص مشان يقتلوا الآخر الجنوبي. اليوم الفتاوي والأوامر موجودة. طيب حتى فيما يتعلق بالخدمات الأساسية وتثبيت الأمن سيد يعني منصور صالح، ما الذي يمكن أن يفعله المجلس الانتقالي فيما يتعلق بهذه الأمور الخدمات والأمن ولم تستطع أن تفعله الحكومة؟ ما الذي يمكن أن يفعله المجلس الانتقالي الآن أو عيدروس الزبيدي ومن معه الآن وهم في المجلس الانتقالي وهم لم يستطيعوا إنجازه في مرحلة سابقة؟ كانت السلطة أيضا بيدهم وكل الإمكانيات الموجودة الآن. السيد الرئيس عيدروس قاسم عبد العزيز الزبيدي هو رجل المرحلة بمعنى الحقيقي للكلمة، وهو قادر على من خلفه أشقائه القادة أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي على أن يؤسسوا لمداميك دولة حقيقية تستطيع أن تقدم للجنوب وللشعب الجنوبي وخاصة في العاصمة عدن الكثير من الخدمات. هم إلى هذه اللحظة ما زالوا يعطون المهلة والفرصة للحكومة للاطلاع بدورها على اعتبار نعم أننا ما زلنا ملتزمين بشراكة. ما الذي يمكن أن يفعله عيدروس الآن ما زلنا وهو خارج السلطة ولم يفعله إلى الآن أثناء ما كان في السلطة؟ هو ليس خارج السلطة، عيدروس الزبيدي كان محافظ لمحافظة عدن، هو الآن رئيس. نعم كان محافظا وكان شلال مدير الأمن بكامله. وكان هاني بالبريك وزير دولة ولم يفعل شيء، ما الذي يمكن أن يفعله الآن؟ لا، عيدروس الزبيدي حينما كان على رئاسة أو قيادة محافظة عدن تعرض للمؤامرات وللحصار وللمنع وللتخريب، كنا نشاهدهم يحتفلون بطفح المجاري، كانوا وكنا نبكي ونضحك في آن ونحن نرى عمال النظافة وعمال البلدية وهم يستخرجون الأحجار والبردين والطوب والبطانيات من داخل البيارات وغرف التفتيش. كانت مؤامرة خسيسة ودنيئة إلى أقصى الحدود، لم نكن نتصور أن يصل إليها خصوم المقاومة الجنوبية. طالما هذه المؤامرات نتجاوزها لكننا فقط كيف يمكن أن نتجاوزها؟ نستطيع أن نتجاوزها بفرض الإرادة الحديدية للدولة، بفرض سطوة النظام والقانون، سيحاكم الفاسدون وسيدخلون السجن. أي دولة سيد منصور؟
الدولة الجنوبية وعلى الأقل في إطار الجنوب حتى نأتي إلى تسوية عادلة بعد حوار ندي يمثل الجنوب. والحراك أو المقاومة أو المجلس الانتقالي الجنوبي أكد في بيانه اليوم بأنه لن يسمح، وأكررها، لن يسمح ولن يسمح بتزييف إرادته. لا يستطيع صالح القبواني من داخل فنادق لندن أن يفرض عليه الأقاليم الستة. الأقاليم الستة ليست من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، وأن كنا غير أساساً لم يشارك الجنوبيون في مؤتمر الحوار. طيب سيد منصور، يعني هناك تناقض كبير بين حديث المجلس الانتقالي عن تحالفه الكامل مع دول التحالف العربي التي تعترف وتقر بأن مخرجات الحوار الوطني واحدة من مرجعيات عملها في اليمن. سيد صالح الجبواني، كيف يمكن أن ننظر إلى هذه التناقضات؟ طبعا تناقضات شديدة جدا. اليوم عيدروس الزبيدي يقول نحن في هذا المجلس لنحارب الإرهاب. يقول نحن في هذا المجلس لنحارب الإرهاب. طيب، ما هو سنة ونصف هو حاكم في عدن وقال أن صف عدن من الإرهابيين. قال لولا الشرعية. نحن أتينا. طيب، إلى أن تعود الصورة، يعني نريد نسمعك صوتنا وصورة سيد صالح القبواني. نعم، إلى أن تحل هذه المشكلة. السؤال نفسه لك سيد يعني منصور صالح، ألا ترى بأنكم تضعون التحالف العربي الذي تعتبرونه حليفا، يعني برغم أنه حتى الآن لم تعترف أي دولة من دول التحالف العربي بالمجلس السياسي، بل على العكس يعني صدرت منها مواقف تعزز فكرة الوحدة وشرعية الرئيس هادي، ألا تعتقد بأنكم تضعون فعلا التحالف العربي ودول التحالف العربي في مأزق وفي إحراج كبير؟ بالعكس، نحن الشركاء الحقيقيين للتحالف العربي، والتحالف العربي أدرك هذا مؤخرا، وكنا نتمنى أن ندرك ذلك في وقت مبكر. التحالف العربي حين تدخل في معركته في لدحر الانقلاب لم يجد سوى المقاومة الجنوبية، هي المقاومة الحقيقية الصادقة على الأرض، وهي التي قاتلت معه وحررت عدن في 6 أيام، ومعها أيضا لحج وأبيان والضالع تحررت قبل ذلك. نعم، بغض النظر عن هذا الطرح، نعم بغض النظر عن هذا الطرح سيد منصور، انا اسالك عن المرجعيات التي يستند اليها التحالف العربي. يعني التحالف العربي يستند الى 3 مرجعيات، هما هي القرارات، القرار الاممي 2216 ومخرجات الحوار الوطني، وايضا الى والمبادره الخليجيه، جميعها تؤكد على مساله وحده اليمن وسلامه اراضيه. أريد أن أميز شيء محدد، ربما يغيب عنكم بعض الشيء. نحن حينما نتحدث عن دولتنا فهذا إيمان وقناعة لدينا، وهو مطلب شعبي لا تراجع عنه، لكننا في خطابنا السياسي وفي موقفنا حتى على الأرض ما زلنا حلفاء مع التحالف، وشراكتنا مستمرة مع التحالف ومع الرئيس عبد الرب منصور هادي حتى دحر الانقلاب. لكن ما بعد دحر الانقلاب نحن نبحث عن تسوية، سنجلس ونطالب بالجلوس في تفاوض ندي، وسيكون المجلس الانتقالي الجنوبي هو ممثل الجنوب في هذه، ولن يكون غيره، ولن نقبل بغيره، ولن يقبل الشعب والشارع الجنوبي بغير المجلس الانتقالي كممثل شرعي ووحيد له في هذه المفاوضات النديه من اجل الوصول الى حل القضيه الجنوبيه. نعم، ما سيصل الى المجلس الانتقالي الجنوبي سيحال الى الشارع الاستفتاء عنه. سيد صالح القبواني، بالعكس، هي علاقه واضحه جدا، غير الواضحه والملتبسه في تصريحات ومواقف يعني أعضاء المجلس الانتقالي، يعني بين تصريحات ونقيضاتها حول علاقة المجلس بالرئيس هادي وبالشرعية والتحالف العربي، كيف يمكن أن تفهمها؟ والله هؤلاء عندهم انفصام شديد جدا. نحن مع الرئيس هادي ومع الشرعية، ولكن نحن ضدهم. حتى مليونيتهم اليوم، يعني 5000 نفر الذي حضروا، يعني تحت شعار مواصلة دحر الاحتلال. أي احتلال؟ من المحتل الآن؟ أصحاب بيان ولا أصحاب عيال عدن ولا أبناء شبوع ولا حضرموت؟ يعني عايشين في وهم، يقولوا أنهم هم من أتى بالشرعية والشرعية لم تنتصر إلا بهم، واليوم يقولون بنطرد الشرعية من الجنوب. قالوا أنه نحن من دحر، نحن جينا من أجل أن ندحر الإرهاب، وطوال العامين الماضية هم مسؤولين في عدن قالوا قد دحرنا الإرهاب وصفينا المدينة بشكل كامل. يعني تناقض في كل الاتجاهات. ثم يقولون إنه نحن مع التحالف العربي حتى نحرر صنعاء. طيب، التحالف العربي ضد أي إجراءات أو فعاليات تخدم الإنقلابيين في صنعاء،
المجلس الانتقالي كان أكبر خدمة لعلي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي، لأن علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي يريدون يضربوا الشرعية اليمنية في أي اتجاه كان سياسي أو عسكري، وهم طبعا القتال مستمر. هؤلاء أعطوا لعبد الملك الحوثي وأعطوا لعلي عبد الله صالح هدية على طبق من ذهب. إذن ماذا يريد علي عبد الله صالح وعبد الملك الحوثي عندما يرى اليوم من يتظاهر ضد عبد ربه منصور هادي وضد الشرعية اليمنية التي تقاتله، التي هي اللي تقاتل بالفعل؟ تناقض واضح وكبير، يعيشوا في وهم، ودولتنا وحقنا ونحن بنفاوض وما حد يعني مفاوض إلا نحن الممثل الشرعي والوحيد. عدنا إلى زمان كل الشعب جبهة قومية، الآخر بنسحله بنقتله، الآخر ليس لحد أن يكون يمثل الجنوب. هذا منطق شمولي، منطق إقصائي، عفا عليه الزمن. نعم، وعليه صالح سيد منصور باختصار. سيد منصور نعم، وعليه من هم الشركاء؟ يعني أنتم تعتمدون على أي شركات سياسية في الجنوب تحقيق هذه المطالب؟ ولماذا لا تضعوا يدكم بيد الحكومة الشرعية التي هي جزء أساسي من التحالف العربي وهي المشرعين الوحيد للتواجد التحالف العربي في الجنوب؟ لماذا تضعوا يدكم بيد هذه الشرعية للذهاب بالجنوب نحو مطالب ونحو تطلعات أبنائه؟ باختصار في أقل من دقيقة. نعم، نحن قلنا أنه المقاومة الجنوبية كانت شريك صادق مع التحالف العربي، وقاضت معارك وقدمت آلاف الشهداء. وأنا حينما أتحدث عن المقاومة الجنوبية فأنا أتحدث عنها في المحافظة الثمان. الجنوبيون هم كانوا شركاء مع الشرعية، وشركاء لا نقول مع الشرعية، إنما كانوا يمثلون الشرعية في هذه المعركة. لم يكن غير الجنوبيون يمثلون الشرعية في هذه المعركة في المحافظة الجنوبية وفي البقع وصعدة وفي تعز وفي باب المندب والمخا حتى وصلوا إلى أبواب الحديدة. هؤلاء هم الجنوبيون وهؤلاء هم الشركاء الصادقون في هذه المعركة. حينما انتهت الحرب في الجنوب تسلمت، لم يكن هناك من قوة تستطيع أن تدير المحافظة الجنوبية سوى المقاومة الجنوبية، ولذلك كان اتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي قرارات بتمكين القيادات في المحافظات الجنوبية من إدارة الأمور. جاء اللواء عيدروس الزبيدي حفظه الله وتسلم إدارة محافظة عدن، ومعه اللواء شلال شايع، وتسلم بن بريك حضرموت، وتسلم دكتور ناصر الخباجي عدن، وتسلم القعدي محافظة الضالع. هؤلاء أقاموا محافظات من العدم من لا شيء. عدن كانت مصادرة، لم يكن هناك شيء للدولة. نعم، هذا نعم. إذا تحدثت عن ما منحه الرئيس هادي للقيادة الجنوبية من تمكين في السلطة المحلية. نعم. سأتحول بسؤال أخير. أكمل الفكرة. أنت فوت الدقيقة في مواضيع كثيرة سيد صالح القبواني. في سؤال أخير أيضا لك، إلى أين ترى الجنوب ذاهبا الآن، وما هي أبرز المخاطر التي تحيق به؟ الجنوب يعتمد على سلوك المجلس هذا ومناصري. إن أرادوا أن يكونوا جزء من النسيج الجنوبي، أن يكونوا جزء من الشرعية اليمنية التي مثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، فالباب مفتوح أمامهم. وإن أرادوا المواجهة فلتكن مواجهة. يعني الجنوب ليس معهم، والجنوب جاهز لأي خيارات أخرى، وسيصحو الواهمون هؤلاء من وهمهم ومن أحلام اليقظة التي يعيشونها. شكرا جزيلا سيد صالح الجبواني الدبلوماسي السابق، كنت معنا عبر سكايب من لندن. كما أشكر جزيل الشكر للسيد منصور صالح عضو الهيئة الإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي، كان معنا من عدن. في الختام كما أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحية منتج البرنامج كمال حيدرة. إلى أن نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد، في أمان الله.